بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد، حل علينا نعمته ورحمته الان وفي الاوان والتدهور كله امين. اليوم هو الاحد الرابع من شهر نسر، ونحن نختم هذا العام اللي هو عام السنه القبطيه. دايما ربنا علمنا نستفيد ونتعلم من كل الظواهر اللي علينا ومن كل الأحداث، والكنيسة مشيت على هذا النهج. فتيجي في نهاية السنة تكلمنا عن نهاية العالم وتنبهنا إن لابد أن يكون في نهاية، سواء نهاية عامة للعالم ككل، العالم الحاضر، أو لكل إنسان منا لابد تيجي نهاية. لكن متى تكون هذه النهاية؟ بحكمة الله يريد أن تكون غير معلومة، بحيث الإنسان يبقى يقظ دائما. عشان كده طبعا في علامات كتيره واحداث كتيره ظهرت خلاصتها في النهايه، زي ما سمعنا فصل الكتاب اللي اتقرا من الجيم معلمنا مرقس يقول: واوصى البواب ان يسهر، اسهروا اذن لانكم لا تعرفون متى ياتي رب البيت، أمساء أم نصف الليل أم صياح الليل أم صباحا، لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. ويأكد تاني في الآخر يقول: وما أقوله لكم أقوله للجميع، اسهروا. هذه الرسالة للجميع. في فضول للإنسان نفسه يعرف امتى كل حاجة، فربنا رد عليهم رد صريح، قال: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلمها أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب. تعبير غريب هنا الأول هنتكلم عليه. أولا ازاي يقول لا يعلمها؟ يعني لما يقول لك لا يعلمها احد، لا الملائكه ماشي الذين في السماء، يعني مفيش حد ولا حتى الملائكه، لكن يقول ولا الاب الا الاب. الله! طب مش الاب والابن واحد؟ نعم واحد. هو قال هنا ما قالش هنا لا يعلمها الله، لكن اتكلم عن الاب والابن، يعني بيتكلم عن الصفه او الاكنوميه. طب هو الابن ما يعرفش؟ طب ما يعرفش ازاي وهو قال كل ما للاب فهو لي؟ ما يعرفش ازاي وهو قال ان في اليوم الاخير ان ابن الانسان هو اللي هياتي ويدين؟ الاب لا يدين احد، بل قد اعطى الحكم كله للاب. حتى في اللحظه الاخيره في اليوم الاخير يقول: حين استظهر علامه ابن الانسان في السماء. فلازم بنفهم الكتاب ككل. لا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. إذا في معرفة كاملة، لكن
الإعلان مش لكل حد، الله لم يره أحد قط، ولكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب هو خبر. الابن هو أم المعرفة اللوغوس، هو اللي خبر، ولا سيما حينما ظهر في الجسد صار الإعلان واضح. فصرنا نعرف الله أكثر، ودي كان من أهداف التجسد، أن يقرب مننا أكثر ونعرفه أكثر. ولكن هذه المعرفة في بعض الأمور فيها يريد أن تكون محبوبة لمصلحتنا، فعشان كده يقول ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه وحده، يعني ما حدش يعرفها. فدي الابن لا يصرح بيها، يعني هو مش هيصرح بحاجة، دي معرفة ذاتية ما يعرفهاش غير هو بس. يعني هنا لما يقول ولا الابن، يعني لا يعلم المعرفة التي يباح بيها، بالضبط زي ما يكون ايه، هل يعني ما يعرفش؟ لا يعرف، بس مش المعرفة اللي هي ايه ممكن يباح بيها، بالضبط زي ما يكون مدرس مادة معينة، واحد مدرس مثلا علوم، رياضيات، لغة إنجليزية، أي حاجة، ده ممكن هو يكون وضع الامتحان كمان، لكن يجي وقت الامتحان هو واقف في قراية، فيجي طالب أو طالبة منكرين شوية، عايزين يستدرجوه يعرفوا منه الإجابة أو مفتاح الإجابة، يقول لو سمحت يا أستاذ هو هنا يعني يقصد إيه مثلا؟ يعني يقصد كذا أو كذا أو يعني، عايزين يستمروا يعرفوا منه من كلامه الإجابة الصحيحة مثلا تقول إيه؟ فيرد يقول فيكو دخل الجيش اللي هيبقى طبعا
ويقسموا الليل لثلاث أجعاد. اسمها جرينجي وجنبي مش جنبي وجرينجي وجنبي، يعني ما اعرفش حاجات تركيه ولا كده يعني. انت كنت في الجيش. فكل واحد يمسك كذا ساعه. طيب وهو ماسك كذا ساعة كده، الباقيين يعملوا ايه؟ هيفضلوا صاحيين؟ لا، ممكن يناموا بس بشرط. وهو نايم ما يقلعش حاجة من لبسه، ينام بالبيادة بتاعته ورابط القايش والصعيد وسلاحه حتة منه. بحيث حتى لو حد جه يسرق السلاح منه يروح ايه؟ كأنه صاح. عشان كده كانوا بيعملوا اختبارات للخدمه، يمرروا حد كده يحاول يسرق السلاح من واحد نايم. لو اتسرق منه وهو نايم فيها محاكمه عسكريه. يبقى إذا حتى وهو نايم بعينه وبصاحب عين متيقظ. وهنا حتى ولاد ربنا حارسين أنفسهم تلاقيهم حتى وهم نايمين متيقظين، حتى وهم نايمين. ده ممكن تلاقي ناس تحلم وهي نايمة إنها بتصلي أو بتعمل حاجة كويسة برضه. لا يقبلون حتى في الحلم يعني يغلطوا. فدي علامة السهر. فربنا بيقول لنا اسهروا. لكن الإنسان نساه. فمن مراحم الله علينا إنه بيوقظنا. فكل ما الدنيا بتقرب والناس ملهية يسمح بأحداث كبيرة بتوجع عشان الإنسان يستيقظ. لأنه بيوصينا احترزوا لئلا تهلك نفوسكم في خمار وسكر وهموم. الناس ليه بحاجتين، يا إما بالهموم والمشاكل والضيقات أو اللي حياتهم مرحلة يكلهوا بالخمار زي واحد سكران كده ومشاريات، فيسمح بخبطات للشعوب والسيطرة. حتى كل إنسان على حاله، لما بيكون واحد نايم وعايزين يصحصح بتعملوا إيه؟ بيزعقوا فيه اصحى. مش واحد يقول له اصحى، ما هي هينام على الصوت. فالواحد يقول له ايه؟ قوم اصحى. لو واحد بقى نومه كده تقيل فيعملوا فيه ايه؟ مش نافع معاه الكلام فيشغلوه. قوم اصحى، ويخبطوا فيه خبطات كده. صدقوني بالضبط ده اللي بيحصل. ربنا بيعمل معانا كده من مراحل. عشان كده الحكمة، الناس الأبرار الحكمة بتوع زمان ليهم تعبيرات جميلة أوي. لما تيجي ضيقات كده أو خبطات للواحد يشكروا ربنا عليها، يقولوا افتقار ورحمة. افتقاره إيه؟ رحمة، رحمة منه. لأن لولا كده الناس تثبت في الدنيا وتتلهى عن خلاص نفسها وتضيع. فأحيانا بيحتاجوا من حين لآخر لنغزات وشفطات عشان يبقوا سهرانين كويس. ففي حاجات علامات عامة وفي حاجات خاصة بكل
مين من الناس دلوقتي ما سمعش صوت جرس الكنيسة مرة؟ مين ما شافش الصليب مرفوع يدعوه تعالوا إلي؟ مين ما افتقدوش أب كاهن أو خادم وقال له يا فلان ليه ما بتجيش؟ اتأخر ليه؟ بقال لك كتير ما شفناكش. مين ما سمعش دلوقتي كمان في أي قناة ولا تسجيل عايزة وصوت ربنا بيدعو للتوبة؟ فمحدش له عذر. في ناس تفضل تتحجج وبدل ما تدين نفسها وتستيقظ يفضلوا يدينوا الكنيسة. في إيه الكنيسة إيه؟ كهنوت إيه؟ وخدام إيه؟ دول مقصرين، دول صفاتهم ودول نعاتهم. مهما قلت هيقول لك ربنا انت بالعذر. وخصوصا بقى اذا كنت وصلت للمرحله انك بتقيم وتدين اللي مفروض يعلموك، مفروض يبقى كذا ومفروض يبقى كذا، ده انت بقى يعني ذو معرفه وذو حكمه. طب تعالى بقى طالما انت عارف الصح من الغلط وايه اللي المفروض يكون، ايه اللي المفروض البابا يعمله والقصف يعمله والكاهن يعمله والخادم يعمله وبتعدل على الكل، تعالى بقى شوف انت المفروض انت كنت تعمل ايه. تقول ما اعرفش. فيما تدين غيرك بتحكم على نفسك انك عارف الصح من الغلط. فمحتاجين ما تيقظ، لان البشاره واصله للكل. انت بالعذر يا انسان مش هينفعني اي شيء تاني، مش ممكن اتحجج باي حاجه. فالنهارده الكنيسه ورب نسمع صوت ربنا فيها في الكتاب والاسهار اللي بيقول هو الله، ما نحن الا ابواب. عشان كده لما يجي يدير الانجيل يقولوا مبارك الذي باسم الرب ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وكان يقول مين شويس، يعني مين اللي هيتكلم؟ ربنا والهنا. عشان كده في شمسة يفضلوا كده يتفزلكوا باسم ربنا او المجد لربنا، ملهاش علاقة ده بالمجد. احنا بنقول في الاخر لو المجد دايم ايه؟ الى الابد امين. او باسم، لا احنا هنا عايزين نقول ربنا هو نفسه. مين الايه دي؟ ربنا اللي هنسمع صوته. فربنا بيقول لنا النهارده اسهروا ونكون مستعدين. محدش عارف كل واحد نهايته امتى، لا بالسن ولا بالصحه ولا باي حاجه. الحقيقه الواضحه ان كلنا هنمضي، لكن محدش عارف. كل واحد حكمه ربنا ما خلاش ميعاد ثابت للكل. فالسهر حلو، السهر مفرح. كل ما يكون صراحة السهران بيبقى حتى لو محاط بضيقات بيبقى فرحان. شوفوا زي بتوع زمان يقولوا افتكروا رحمة بيفرحوا حتى في الضيقات ما يتضايقوش، بيشعروا ان